الحمد لله على السلامة يا لعيبة، أسوان منورة بيكو. النهاردة 12-12 آخر يوم في اللعبة، ودي المهمة الأخيرة مع بعض للأسف. مطلوب من كل فريق منكو يوصل جاكيت الفريق بتاعه لمرسى معبد في يلا. وإيه الصعب اللي في كده؟ الصعب في كده إن كل جاكيت من دول عليه 30 بالونة ومش هتلعبوا مع بعض. كل واحد من الفريق هيوصل الجاكيت من نقطة لزميله اللي مستنيه في النقطة اللي بعدها، والفريق اللي هيحافظ على أكبر عدد بلالين في الجاكيت بتاعه ويوصل للمعبد قبل الغروب هيفوز في ليفل اللعب مع الكبار. يعني تحافظ على البلالين، مبروك عليك الملايين. أما عقابك يا مازو؟ ليه بتعمل كده؟ حرام عليك. ده عقابك يا أستاذ مازو، هتبدأ بخمس بلالين أقل من وسيم. زي ما اللعبة شرحت بالظبط، كل واحد فينا هيلبس الجاكيت اللي فيه البلالين وهيتحرك من نقطة لنقطة ويسلم الجاكيت للي بعده لحد ما نوصل بالبلالين لمعبد فيلة. أهم حاجة نوصل بأكبر عدد من البلالين سليمة، فاهم يا سعدون؟ إن شاء الله. بلالين؟ ما كانت تبعت لنا بالمرة بومب وصواريخ، ده إيه التفاهة دي؟ يبقى حزم البلالين من أولها. المهم في أربع نقط هنتحرك فيهم، A B C D. هنبتدي سعدون، غريب، شيماء، وأنا آخر واحد. حلو. مستر موزو، ممكن لو أنت مش محتاجني أروح أنا البحر؟ أيوة، انزل عم في البحر عشان يطلع لك تمساح النيل يقرمك في فخدك الأبيض ده. خليك واقف جنبي، محتاج حد أفش غلي فيه. حاضر موزو. إيه في إيه؟ أنت قلت أنا اللي أبتدي. أنا متشكر أوي يا موزو على ثقتك الغالية دي، هتخليني أول واحد أهدي بحبيب يا موزو. يا سعدون، انا ماشيها بطريق ضربات الجزاء. انت عارف لما فرقه بتلعب ضربات جزاء بيخلوا اول واحد يشوط احمر واحد في الفرقه. أيوة. مين احمر واحد في الفرقه عندنا؟ سعدون. بس خلاص. بس انا متشكر جدا. العفو يا سعدون. دلوقتي انت هتتحرك من النقطه ايه؟ ماشي. ايه انت هتتحرك من النقطه ايه؟ ايوه ايه يعني انت هتتحرك من النقطه ايه؟ حرف ايه؟ بالانجليزي حرف ايه؟ ما تقول. طيب ماشي. خليك سريع يا سعدون ووصل باسرع طريقه. ابوس ايدك. عيب. ما تموتنيش. عيب. ضن. ما تشلنيش. عيب. عيب. ماشي تمام. يلا بينا، انت هتتحرك بعد خمس دقايق واحنا هنستناك عند بي. بي ده واحد صاحبك سجن هنا. بي حرف بي يا سعدون بقى. الانجليزي. معلش بس يا مازو، انا عندي سؤال صغير بس يعني عشان ابقى معاكم يعني. قول يا حبيبي. ايه التحدي؟ لا البلالين هتفرقع. ليه غربه وغرابه. يلا القطه العاميه سرقت قميص. يا جماعه ايه العبط اللي احنا بنعمله ده؟ انا مش مقتنع بكده. ولا انا كمان مقتنعه. يعني ايه قطه عاميه وتسرق قميص؟ ايه الهبل ده يا اسراء اللي انت بتقوليه؟ انا مش مقتنع يا جماعه باللي احنا بنعمله. اي حد يلبسه خلاص الفرقه الثانيه اتحركت، احنا المغرب هيدا علينا. عندك حق يا مستر وسيم. الحق حق. يلا طلعوا الحق المستحق. البيلي بيلي بقى.